استضافة العراق لبطولة كأس الخليج بنسختها 25 مبدئياً توضيح لكل جماهيرنا وليس قرار نهائي، يعني الأمر ربما سيكون كما في كل مرة يسحب بالأنفاس الأخيرة. الموضوع يتعلق بينا بالجانب العراقي ومدى جاهزيته واستعداده بالأيام القادمة والسنوات المقبلة من تجهيز البصرة من المدينة الرياضية وكافة المرافق الحيوية والمنشآت. فالموضوع ما محسوم بشكل كامل، خلي نتابع الإعلان ولا نعود. تم قبول مبدئيا ملف العراق للاستضافة، وهذا يعتبر شرف لنا لأن العراق لم تستضيف، صار لها 40 سنة لم تستضيف هذه البطولة، وأبدوا رغبتهم كل الإخوان في سواء في المكتب التنفيذي أو من خلال اجتماعهم اليوم رؤساء الاتحادات وممثلين الاتحادات الأخرى. أما بالنسبة هناك معايير وشروط معينة راح ترسل إن شاء الله خلال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، توجد فيها المدد ومتى نهاية الإعلان الرسمي عن الدولة اللي راح تستضيف هذه البطولة. خلال زيارتي للبصرة صراحة أنا شفت ولمست صراحة مدى عشق الشعب العراقي لكرة القدم. كانت صراحة بطولة الصداقة اللي شاركنا فيها مثالية بكل الظروف، الملعب كان مثالي، الجماهير كانت أيضا متعطشة لمباريات كرة القدم على أرضها. أيضا استضافة العراق لبطولة غرب آسيا كانت ناجحة بشكل كبير. أتوقع أن الأمور كافة مؤمنة في العراق، مؤمنة في ملاعب العراق، فبالتالي إن شاء الله ليش لا، العراق يستاهل أن يكون يستضيف بطولة كأس الخليج. أعتقد الحديث واضح، هناك معايير معينة يجب على الجانب العراقي العمل عليها وإكمالها وفق مدد زمنية معينة. راح نتابع وياكم ردود أفعال الجانب العراقي بهذا القرار، لكن أتمنى هذا الحماس والتبريكات اللي وصلتوها من خلال شاشة الفرات أنه فعلا أن نشتغل على البصرة لاستضافة أهم البطولات مو فقط كأس الخليج. خلينا نتابع ونعود. أنه استضافة العراق لبطولة الخليج هو استحقاق حقيقة، وعليه أنه هذه فرحة كبيرة، ولكن أنه الآن الكرة في ملعبنا لابد من تهيئة كل المستلزمات نجاح هذه البطولة. ونبارك الشعب العراقي بفوز العراق بتنظيم بطولة خليج 25 في مدينة البصرة، والشعب العراقي يستحق أن تقام هكذا بطولات في العراق، لأنه منذ 79 لم ينظم العراق بطولة الخليج العربي. توليت الملف ودرست الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية وكل الجوانب تتعلق بالتنظيم، وجدت أن العراق يمكن أن ينظم بعد أن توفرت الخبرة لدى الاتحاد ونضجت الفكرة ودخلت محافظات. الآن عندنا 3 خيارات للتنظيم. البصرة هي من تحتضن خليجي 25 في سنة 21 شهر 11، وأنا أصور هذا إنجاز كبير اليوم تحقق من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم. لذلك علينا أن نحافظ على هذا الإنجاز من خلال تعاون جميع المؤسسات. مبارك للشعب العراقي، مبارك للاتحاد القدم، مبارك لوزارة الشباب، للجنة الأولمبية، الإعلام المتواجد تغطية الحدث، طبعا قناتكم الكريمة. لذلك احنا نتمنى أن بالمستقبل نعمل أكثر تعاون أكثر من قبل الوزارات الحكومة.